ورحب بمصممة الأزياء الشابة الحلوة مينا عادل. يا أهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. وانت بخير، سنة سعيدة إن شاء الله عليك وعلى الجميع يا رب. جميع إن شاء الله. مينا التقيتها قبل سنتين، مو صح؟ صحيح، قبل سنتين تقريباً. كانت جاية من كندا وحايرة شو تسوي، بس قالت لي أريد أشوفك، فرحنا التقينا قعدنا هيك أخذنا بكافية، حتى صارت ذكريات هواية ويا الكافية بهذا المقهى مضحكة. فالمهم قلت لها إن شاء الله يكون لك لقاء بالظهيرة، بس بعد ما إنه أنت تثبتين نفسك. هي صار لها سنتين اشتغلت وثابرت، وبالفعل صار لها اسم وصار لها زبائن، وبدأت تشارك بازارات وتشارك معارض، والعام كانت بالقريه العالميه مشاركه ماخذه بوث. فكل هذا اكيد اسعدني، وقلت لها انه لازم تجي للظهيره حتى ايضا الشابات يشوفون تجربتك. صحيح، لانه ما كانت تجربه هينه انه واحد يجي بلد، يعني يجي من كندا ويستقر هنا ويبدي اول خطواته. للتوضيح، يا مينا درست اداره بكندا، بعدين راحت ورا شغفها اللي هو ازياء وتخصصت، اخذت شهاده فيه. نعم. طيب يا مينا، يا اهلا، شكرا على هالمقدمه الجميله. احنا حكينا اللي صار. اي صحيح الحقيقه. لا زياده ولا نقصان. لا نقصان. طيب مينا، هسه راح اسالك، ورا سنتين شلون شفتي التجربه؟ والله اني قريت من فتره فد جمله او سطر اقتباس عجبني، يقول انه التجارب اذا عرفنا نصيغها تولد النجاحات. حلو. واني هذا اللي صار وياي، يعني حرفيا التجارب بصغرها وكبرها وعمقها. نعم. اني تعلمت من عندها، قد ما كنت تراضتها بآن، يعني بالآن من حثة كنت أنصدم وكنت أضوج، ومرات كنت أفرح بزيادة عن اللزوم وأبالغ. بس مع هذا تراكمت وصارت صياغة حلوة. كل تجربة مرت بي، سواء كانت تجربة إيجابية أو سلبية، أنت ممتنة لها جداً. جداً حلو شعور. وأكثر شيء لما لحظات إذا أضعف بيها أو أفشل بيها، فهي هاي أنا جداً ممتنة لها، لأنه كل عثرة وكل مطب تعلمت، يعني فورا وراها بعد فتره، يجوز مو فورا بس بعد فتره، فورا نطاني بوش ودافع، مثل ايام زمان من ندفع السياره ماكو فجاه تنطلق. هيك صار وياي. بس الحلو انه انت حافظتي على هذا الحلم وحققتي. اي نعم. فلهذا اليوم انا قلت لك ضوء الظهيره اليوم لازم تكونين انت امامه. بس بكندا قبل ما تجين دبي، كندا أنا ما عرفت هل كان هناك تجارب، يعني اشتغلتي في مجال التصميم والأزياء قبل ما تجين هنا؟ أي نعم، بكندا اشتغلت اللي هو نقول إحنا special orders. يعني أنا من قبل الدراسة بشوية، سنس إنه هذا الشغف عندي موجود، وبعدين خلال الدراسة كنت أشتغل على قطع، يعني خلينا نقول طلبات خاصة. خاصة. بس يعني مو إنه معلنة عنها أو إنه هاي، لا للي يريد، يعني مثل بيني وبينه، مثل ما يقول صديقة. أي نعم. أو قريبة. أي نعم، خالتي. يعني صديقتي هيك. هو فلذلك أنا أحسبها يعني منذ ذاك الآن إلى الآن، يعني ما يقارب الأربع سنوات صلي هيك شيء، يعني دا أطبق ودا أنفذ وهاي. بس كندا يعني أنا شفت إنه البداية أحب أبديها من أصلي، فحبيت أجي هنا أنطلق من دولة عربية مثل الإمارات، يعني وأقرب العراق اللي هو المحبين. وفي جالية عراقية كثير هنا. نعم. وفي هنا فرص. صحيح. لا ننكر هذا إنه الفرص متاحة. صحيح. يعني. فمن بعد ما أتنشط ومثل يقولون أنشنش فاشينيا ذاك الوقت، أكيد إن شاء الله الله يكتب لي الانتشار بعد حول العالم، أتمنى هذا الشيء ولو شوية أحلام بعيدة، بس لا بأس من الأحلام. طيب نجي على اللاين مالتك اللي سميتي مينا عادل لاين، ويعني ما شاء الله عندك بالفيس الانستا متابعين هوايه. اي نعم. وتقريبا كثير، يعني كثير اسماء لبسوا من عندك من الشابات العراقيات. نعم. والعربيات. نعم. نحكي عن هذا اللاين اللي هو ريدي تو وير. خلينا بالبدايه، هوايه يسمعون الناس عن ريدي تو وير، ريدي تو وير، فخلينا نعرف هذا المصطلح وبعدين نتكلم بالتفاصيل. اي نعم، الريدي تو وير انا حتى اختصره بثقافه نقدر احنا كريتنا نفهمها وما اتعمق هوايه. نعم. خاصة انه اني بعدين قلت تتفلسفين بالانجليزي، اقول لهم شو اسوي؟ والله اني دارسه ما اعرفك اشياء ما اعرفها بالعربي. ريدي تو وير هو الملابس جاهزه التصنيع. نعم. ولكن تكون خلينا نقول مستويات.
نعم. اكو اللي هو يسووها ماس برودكشن اللي هو الانتاج السريع، نعم. انه يلا مكاين ومصانع وتنتج بالكميات. هي اصلا كلمه ماس يعني فتشي شامل. بالضبط. بالضبط. واكو طبعا غيرها وغيرها توصل الى حد الريدي تو وير اللي هو الافريج اللي هو اكثر حتى من خلينا نقول كمثال زارا معروف. اللي هو اكثر شويه متعوب عليه. واكو ريدي تو وير اللي هو مال المصممين اللي هو يصير شطر بي للهوت كوتور، ريدي تو وير سلاش هوت كوتور، فساتين السهره. اي نعم، مو الا بالضروره فساتين سهره، هي تكون طريقه لبس. يعني انا حتى عندي بعض الاشياء مسويتها. يعني مو شرط قصدك بدلات، مو شرط بدلات، ممكن فساتين، ممكن تكون قطع، ممكن تكون تنوره بلوزة. مع بلوزه، جاكيت، نعم. بنطلون، جمب سوت. يعني هاي من يدخل بيها شغل الهوت كوتور تصير ريدي تو وير شطر اللي هو. اذا هي مستويات. اذا هي مستويات. اني ماخذه اللي هو الريدي تو وير الغير اعتيادي اللي هو بيه بصمه مميزه ما تلقيها بالسوق. يعني التوقيعك نقول. اي نعم. هذا هو هنا الريدي تو وير يختلف من يكون للمصمم. انه ما تشوفيه بالسوق، تريدين يعني شيء انت مميز. اي يعني القطع ما موجوده بالسوق. بالضبط. على الطلب. إيه تريدين إيه؟ انه انت من تقعدين او تروحين مكان وانت اسمك شاريه من السوق. لانه ريدي تو وير يباع في الاسواق. نعم. مختلفها اونلاين فيزيكلي انه كشوب وهاي. نعم. بس يبقى انت شلون تحبين تختارين هاي القطعه. منو على الشاشه؟ منو هلا اول صوره؟ اه ما شفتها. اي هاي كانت اول كولكشن الي، ميني كولكشن. كان اسمها انتيك. نعم. وهذا من كولكشن روكينا. حلو. هاي هي قطع اللي احنا نسميها يعني ريدي تو وير. يعني هاي الورد احنا نشغله بالايد وبعدين نحطه فيتحول الى ريدي تو وير سلاش هوت كوتور. نعم. اي نعم. اذا اول كولكشن الاول اللي قلتي عليه اللي هو مثل جمب سوت. اي نعم. هذا ايضا شغل ال فستان. علقي يمين. اي هو هذا هذا فستان واكو منه همينه كان لون ثاني. نعم. ما اعرف ليش اني حتى صورته بين الورد لانه احس هيك يتلبسه حتحس نفسها ورده. أوكي. بس ورده قديمه لذلك سميتها انتيك. انتيك. اي نعم. اي وهاي من كولكشن هبه، اكثر الكولكشنات طلبا وتاثروا بيها المتابعين والزباين. لحد الان يعني يتكلمون بيها ويحبون قصتها. اوكي. ولها قصه هي؟ اي نعم وراها قصه، وقصه شويه حزينه مع الاسف. هبه؟ اي نعم هبه هي هبة. هي قصه هبه. اي نعم قصه هبه يعني هي مرحومه الله يرحمها. الله يرحمها. شهيده هي. فتركت اولادها واخوها تواصل وياي وطاني بعض التفاصيل قال لي تشبهيها. فاني تاثرت جدا تاثرت. واطلقت هاي الكولكشن. هي بغداد؟ اي بغداد. بغداد. نعم. توفت هي. اي الله يرحمها. اي هاي نفس من نفس الكولكشن. اي هي هاي من كولكشن هبه. فهاي الورود صناعه يدويه كروشيه. وضعت على لون الاساس اسود. الاسود هو رمز للحزن. انا حزنانه عليها. نعم. لكن ورد الكروشيه يعبر عن احلام وطموحات هبه الله يرحمها. وعن طموحات. شلون ماتت هبه؟ بانفجار. الله يرحمها. يعني هي وزوجها وتركوا اولادها. يعني اي اخوها تواصل وياها قال لي تواصل وياها قال لي انت كلش تشبهيها وقال لي اني دمعت يعني. فاني من هيك قال لي لا اراديا انسانيا حتى هسه يعني ما قدرت فورا فورا سبحان الله راسا اني وقاعده ماكو الثيمه صارت الاسود. اي راسا جتني الافكار ما قدرت. أي. يعني اي نعم. فهذا الورد كله يعبر عن احلامها وطموحاتها لو هي كانت عايشه الله يرحمها. ممكن هديه بس كانت. بس الحزن وصلك الى شيء حلو. اي نعم. حاولت اصنع من الدمعه بسمه. وهديتها الى روح هبه. هديتها وهديتها لاولادها ووصيت اخوها. نعم. الله يذكره بالخير قلت له من يكبرون فهمهم انا شنو سويت معنويا. يعني طبعا حاولتي انه يعني. نعم. انه من مكانك انه شو تسوين يعني. نعم. او تقدمين يعني هذا اقل شيء حسيت به حبيت اعبر عنه. والكولكشن نجح بشكل جدا. اي حبوا البنات. الحمد لله. كلش انثوي. اي نعم. أي. انثوي. نعم. وبناتي و... أي نعم. والوانه كانت. نعم. هاي اني. بدل ما احط موديل حطيت نفسي. اي اوكي. هاي كانت من القطع السبيشال اوردرز. نعم. اي نعم. نعم.
مستوحى من الاسبانيول. عجبني انه انت تواصلتي وياه واخذتي يعني بالكلام وياه وعرفتي القصه. اي لازم من يوصل شيء انساني او بيه فائده. نعم. مثلا يدخلون علي يقولوا لي شنو استخدم الوان تسوين سكتش بيها او رسم او راسا اساعد. ما يعني انسانيا لازم تقدمين على حسابك رسم لطريقه التصميم. ما اعرف اذا موجود اليوم. افلام موجوده. هاي عباية بعض العبايات. نعم بعض النماذج اكيد برمضان اكيد. وايضا كان لها صدى بالقريه العالميه. نعم. كولكشن راكينا دخلنا بيه الجلد والجينز وبعض انواع الكريب. نعم. كان خليط للي يحبون هذا الثوب هم لبسوه. اكثر من فاشينيستا لبسته. هذا الفستان استخدمت به قماش مألوف للجميع موجود في جميع الاسواق العربيه. اللي هو المخطط. ولكن دخلت عليه الحرير وطريقه لعبي به كانت هي المميزه كمصممه. يعني اي نعم. هاي ايضا عبايه افكار ثانيه. تمر بسرعه هاي فمدى لحق نعلق عليها. تمر بسرعه فمدى لحق نعلق عليها. وبرمضان اتصور انه كل المصممات يعني استنفار. اي لا احنا ومنافسه على احلى عبي وعلى احلى قله على احلى هذا اللي نسميه بشت على يعني هاي الستر القصيره. يعني حتى المو مصممه بهذا المجال عبايات لازم تدخل كم عبايه مميزه. لازم ضروري. هاي من كولكشن زايلوفون للتوضيح. ليش هي الاداه هاي القديمه اللي تطلع صوت رنين. نعم. فمن العود مال الاله. نعم. استوحيت الفكره. استوحيت الفكره. اي نعم. هذا هوت كوتور يعني. هذا اللي اقول لك عليه اللي هو ريدي تو وير مايل للهوت كوتور. نعم. هنا انا اني جزء بسيط يدويا اشتغلته. اي نعم. فهيك هاي اسمها ريدي تو وير اللي هو الفئه الاعلى. نعم. من الملابس. نعم. العاديه. اي نعم. هاي ايضا من نفس الكولكشن؟ لا هاي من البدايات. وجدا ضحكني لان اتذكر هواي امور. نعم. اظل اني ويا المصور الستايلست. اظل اضبطه كل شيء انت تسوي. انت التصميم وانت التنفيذ قديش فريق عمل لحد. نعم عندي. واني حتى هاي بالدراسه ايام الدراسه. نعم. كلش احب هاي الصوره تذكرني بالتعب والسهر. هاي كل تفاصيله. هاي كولكشن جديده. بالتعاون ويا اختي. ما سعاده اللي هي الستريتر. واني سويت وياها. هي صممت القماش. واني سويت الكت القصه. القماش الطبعه والشيء. نعم هي سوته. تناقشنا بيها. نعم. واثنيناتنا هيك حسينا انه هي فانكي تكون مريحه. نعم. شبابيه. اي نعم. في هاي هنا هاي قديمه الصوره. هاي جدا امينه. اذا نزل لقيتي لك بارتنر اللي هو اختك. حلو الفكره هاي انه تطبعون بالضبط القماش. اي نعم. يعني يكون مميز اكثر. اكزاكتلي ما تلقين القطعه نهائيا لها شبيه بالسوق. بهاي الحاله. اي نعم. طيب التوصيل في يعني الاوردرات اللي وين بس حصريا في الامارات؟ اكو توصيل لبغداد؟ لا احنا صراحه نوصل لجميع الدول ما عدا كم دوله. مو احنا يعني ما نوصل او اني ما احب اوصل. الفكره انه بعض شركات الشحن. نعم. هي ترفض انه توصل. بس اكيد العراق نوصل. اغلب الدول العربيه. اوكي اغلب دول العالم. اي نعم. اي العراق. شلون هم بالعراق من تعاملون وياك يعني؟ والله اني قبل شويه كنت بدي احكي خلف الكواليس بهالموضوع. اني جدا سعيده انه بالعراق. بغداد والبصره تحديدا واربيل من اشوف بالانسايت مالتي كبزنس اكونت هالتفاعل هذا ويا الفاشن اندستري ويا هالصناعة الملابس. جدا اني فخوره بهالشيء. وحابين قطع ايش وحابين التميز جدا جدا. اني سعيده بهذا الفتشي. عندهم هالثقافه عندهم هالاطلاع هالحب والشغف لكل ما هو جديد. يحبون حبيباتنا يكونوا متميزات. اكزاكتلي. والاحلى من هذا انه هم يساندون ويشجعون شابه عراقيه مثلهم. بالضبط. لان احنا دائما الفكره انه يعني دائما الافضل والاحسن. نعم. اللي هم الغير العراقيين يعني دائما. صحيح. هاي الفكره. أي. لكن لا احنا اليوم عندنا شابات. اي نعم. ثبتوا وجودهم ومتخصصين يعني عن دراسه مو مساله اعتباطيه عن تعب وعن جهد وعن دراسه وتمحيص وتدقيق. صحيح. وعلى فكره اللي صار المينا وصار كل الشابات اللي استضافتهم في كل مجالات ما اجى بالهين مثل ما نقول اجى بتعب.
نعم يعني في ارضيه صح ولكن في تعب. نعم. مو كل نجحت صارت مصممه. صحيح. مو صحيح؟ اكيد. نعم. اكيد. ويعني اتمنى للي عندهم هذا الحلم ايضا يتعبون على نفسهم. لانه مرات يعتقدون انه بس مجرد رسم او بس مجرد خياطه. نعم. او لا، هو عباره عن بروسس. نعم. عمليه متكامله، عمليه ولازم احنا نكون فاهميها كلها لحتى نطلق على نفسنا هذا اللقب. بالضبط. اي نعم. مينا ان شاء الله القادم افضل واحسن على كل الاصعده الشخصيه والمهنيه. أجمعين. تستحقين كل خير. ولا كم سنه راح استضيفك ان شاء الله. وانت ديش لاين اكبر ان شاء الله وافكار اكبر ان شاء الله. تسلمين. سعيده بوجودك اليوم. اني الاسعد. الله يخليك. نورتيني وكنتي مسك ختام الظهيره. تسلمي لي حبيبي. ثانك يو. تحياتي. شكرا لك. الله يخليك. هكذا كانت ظهيرتنا. اشكر كل من تابعنا وان شاء الله عندنا مواضيع وضيوف جدد الجمعة القادمة. وما أعرف فراس، راح نختم بهمالة محمد قاسم. خلينا بضحكة يعني أحيي هذا الفنان الذكي، هو تجمع المربد اللي هم عندهم التقاطات سريعة. يمكن اللي سواه هذا أسرع فيديو. أسرع فيديو سواه يعني ليلة رأس سنة أو ثاني يوم. صحيح. هو رأسا. فتحية وشكر، ونتمنى لهذا البلد أنه كل من يقوده ويحكمه يكون على درجة كبيرة من الوعي، لأنه اليوم كل الأنظار هي على تصرفات كل المسؤولين. صحيح. فلهذا نأمل الخير والأفضل، وإن شاء الله إحنا بداية السنة إن شاء الله كل أخطاء اللي راحت ما تتكرر، ولا أريد أشياء جديدة يعني تصدم الناس. فسعيدة بوجود ضيفاتي اليوم، كانت حلقة نسائية بامتياز، وسعيدة بمتابعتكم وكل آرائكم اللي تصلنا على موقع الشرقية سواء بالفيس بالانستا، ودائما على الخير والحب نلتقي. تحياتي في الإعداد والتقديم، شكري لكوادر الشرقية، ومحبة وسلام من فراس المؤثر.